366 يوم من القصف والعدوان والدمار، ولا تزال غزة قوية، ولا تزال غزة صامتة، وستظل بإذن الله. غزة الصامدة، كيف كان أحوالها قبل العدوان؟ قطاع غزة في عرف المساحات من المدن والأقاليم الصغيرة، مساحته ما بتزيدش عن 360 كيلومتر مربع، وكان من أكتر مدن العالم من ناحية الكثافة السكانية، بس هو كان متعايش مع واقع صعب جدا قبل طوفان الأقصى، ومكفي نفسه من احتياجاته لأنه عاش تحت حصار 17 سنة. لكن من قلب الحصار قدر أهل غزة ينفذوا عملية قلبت موازين العالم كله، عملية كان بيتقال عليها اختراق مستحيل للداخل الصهيوني، وبعدها بدأت حرب ضروس على أهل غزة، حرب نتائجها كانت فوق قدرات العقل البشري من بشاعة اللي حصل فيها. ومع ذلك قدم المواطن الفلسطيني حالة فريدة من نوعها في الصمود، خلت الناس تسأل عن تركيبة هذا الكائن الخرافي اللي سواء كان مقاتل مقاوم أو متواطن أو مواطن متعايش، نموذج للإنسان المؤمن بقضيته واللي بيحب الحياة حتى تظن أنه يهرب من الموت، وبيتعامل مع الموت بشكل يخليك تعتقد أنه زاهد في الحياة. عن غزة المدينة المزهوة بالمقاومة والقطاع المنكوب بالحصار والحرب هيدور حواري مع ضيفي العزيز سيد إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة السابق. أهلا بحضرتك معنا، منورنا في مصر جديدة. وبداية أحب أن أعرض عليك صورة العلم الإسرائيلي اليوم وهو منكس، الكنيسة الإسرائيلي النهاردة نكس الأعلام في الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر. هذه هي الصورة وهم يقومون اليوم في إسرائيل بتنكيس الأعلام. كيف تعلق لنا بداية على هذه الصورة؟ هذا ما يستحقونه، هذا حصاد عقولهم وحصاد جرائمهم، هذا لم يكونوا يتمنونه أبدا مدى حياتهم. أذاقوا شعبنا كأس المرارة هم يذوقونه وينكسون أعلامهم. ليس سهلا على هذه القيادة البائسة وعلى هذا الشعب اللعين أن يرى أعلامه تتنكس، ولأول مرة في تاريخه كانت دائما أعلامهم ترفرف منتشين بالانتصارات التي كانوا يحققونها. اليوم يعرف الإسرائيليون كيف يذوقون الهزيمة على أيدي من ظلموهم وعلى أيدي من حرموهم أرضهم. هذه الطلائع التي خرجت في 7 أكتوبر طوفان الأقصى، الكثيرون يترجمون الحركة هذه ترجمة آثمة لا يعطونها حقها. والنهاردة حركة حماس في بيانها النهاردة وصفت 7 أكتوبر أنها محطة نضالية تاريخية واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية. بالفعل هناك من هم يرون أنه لو لم تكن هناك 7 أكتوبر وطوفان الأقصى لم يكن ليعيش أهل غزة هذه المشاهد المؤسفة، ولم تكن لبنان تشهد هذه أيضا الأحداث الكارثية. كيف تعلق لنا على ذلك؟ هل كانت 7 أكتوبر، هل كان طوفان الأقصى حتميا؟ يا سيدتي، طوفان الأقصى كان نتيجة ولم يكن سببا فيما يجرى وما يجري على أرضنا كما يتحدث الآخرون الشامتون الملعونون المتآمرون الظالمون. هذا الشريط الذي يتكلم عنه الإعلام الذي هو كان هدفا لطوفان الأقصى هي أرض فلسطينية تابعة لقطاع غزة قبل الهدنة الظالمة التي فرضت على شعبنا والتي دفع ثمن ذلك حياة الكونت برنادوت الأمين العام الأول أو الأسبق، لأنه وقف محتجا على سرقة هذه القطعة الجغرافية من الأرض الفلسطينية. اليوم هم يعودون لأن العالم تنكر لنا ولحقوقنا.
كم من قرار صدرت من الجمعية العمومية ومن مجلس الأمن منذ النكبة الأولى منذ عام 47؟ نعم. ألم يكن قرار 181 ينص على إقامة دولتين؟ ألم ينص هذا القرار على أنه لا يجوز أن يعلن عن ميلاد دولة دون الأخرى؟ أين الدولة الفلسطينية التي وعدنا العالم بها منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا؟ مئات الحروب التي طالت شعبنا والتي لم تتوقف وتحملنا الكثير وناضلنا وما زلنا وقاتلنا، والسيد الرئيس في كل سنة يذهب ليعلن للعالم. وحتى اليوم هناك مقاومة، يعني النهاردة كان في استعراض إسرائيلي بتنفيذ عملية موسعة في غزة، عملية كبيرة جدا اترد عليها من داخل القطاع بقصف صاروخي. بعد كده خرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتقول إن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه بالفعل من غزة. هل حضرتك شايف انه لا زالت المقاومه في داخل غزه قادره؟ وهل اللي شفناه النهارده من ضربات صاروخيه تخرج او خرجت من قطاع غزه دليل على ان قلب المقاومه لا زال ينبض بالحياه؟ الاهم من ذلك الحاضنه الشعبيه الفلسطينيه، الشعب الذي لم يئن ولم يقل لا للمقاومه. نعم. ليس كالاسرائيليين الذين يتظاهرون في كل لحظه امام رئيس حكومتهم يطالبونه بالاستقاله ويطالبونه بالبحث عن ابنائهم. سنتحدث كثيرا عن المواطن الفلسطيني، ولكن بدايه هل المقاومه لا زالت حيه؟ ما زالت حيه، بدلاله ذلك ان الاسرائيليين اليوم والان وانا قادم اليكم اطلبوا من سكان منطقه محافظه خان يونس الاخلاء التام. يريدون ان يحشروا كل الشعب الفلسطيني من 2 مليون في مسافه 3 كيلومتر. ماذا يعني ذلك؟ لماذا يهرع الاسرائيليون الى الملاجئ؟ لماذا يخافون؟ لماذا يعلنون ولماذا لا يعلنون عن قتلاهم عن حجم وعن اعداد قتلاهم؟ ولماذا ترك الكثيرون منهم اصلا اسرائيل؟ كان الصهيوني كنا بنشوف الطيارات محمله بهم وراجعه فاضيه. تماما، الاسرائيليون سيظلون لعشرات السنين وهم يخفون عدد قتلاهم. على يد من هؤلاء القتلى ولماذا؟ انهم قتل هم الذين يبحثون عن الموت. يظنون انهم يصدون الموت للاخرين ولكن الموت يرتد الى اعناقهم والى رقابهم والى جثثهم. الاسرائيليون لا يجرؤون ان يتحدثوا عن قتلاهم ولا يجرؤون ان يواجهوا وان يصارحوا الاسرائيليين بان لديهم قتلى على يد الفلسطينيين. يقول لهم انهم ضحايا احداث مرور. نعم. لا يعطونهم الحقيقه على الاطلاق. ازاي حضرتك شايف ردود الافعال الغربيه؟ يعني بايدن طبعا كل ما بيطلع بيؤكد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ايضا النائبه بتاعته اللي هي مرشحه رئاسيه. يعني كيف ترى يعني حتى في المانيا، يعني الشرطه الالمانيه تعتدي بعنف على مشجع من لفريق سلتك الاسكتلندي عشان كان داخل الملعب حاملا العلم الفلسطيني. لو حضراتكم تورونا الفيديو، يعني في دعم اهو، حضرتك شوف الفيديو وبعدين نعلق. إذن هذه هي مشاهد للشرطة في ألمانيا التي تعتدي بعنف على أحد المشجعين عشان كل جريمته أنه داخل بعلم فلسطين. كيف ترى الدعم الغربي لإسرائيل وبحقها في الدفاع عن نفسها هذا الحق المزعوم؟ الدعم الغربي متناقض، الشعوب تختلف عن الحكومات وعن الأحزاب الحاكمة وعن الإدارات القائمة على أمريكا أو على الإدارة الأمريكية. لم نرى من الإدارة الأمريكية المتعاقبة إلا كل إسناد للإسرائيليين وكل خذلان وظلم للفلسطينيين. الجمعية العمومية أين تقام وأين مكانه ومتى أقيمت ومن أجل ماذا؟ هي كل المنظمات الدولية أثبتت، المنظمات الدولية كلها يعني التي قامت وجود فقط تتحدث عن الإنسان وحقوقه، عن الحرية، عن منع الاحتلال، عن منع القتل، عن منع الحروب، عن احترام
احترام الناس وقت الحرب عن الكثير الكثير وعن كل شيء. كل ذلك مسموح للإسرائيلي. أما نحن عندما تصل قضية إلى العرب وإلى القضية الفلسطينية يقفون هنا ويقولون لا. تتعطل كل القرارات، تتعطل كل المؤسسات، تتعطل كل القيم. هذه القرارات هم اتخذوها، اتخذوا هذه القرارات ولم يستطيعوا ولم يريدوا، بل يخافون من الإسرائيليين حتى لا يقال عنهم أنهم ضد السامية. نعم. الإدارة الأمريكية ثلاثة تتحدث عن حل الدولتين. ماذا يعني لديهم هذا الفكر؟ بايدن عندما يقف في الجمعية العمومية وفي مجلس الأمن يوعز إلى ممثلته، قولوا لا ضد قرار ومشروع قرار وقف إطلاق النار. نعم. هذا الرجل، هذا المعتوه، هذا المريض يقول إسرائيل أنا معكم وأنا أدعم كذلك الحرب ولا توقف الحرب. هذا رئيس الدولة؟ هذه أمريكا العظمى التي كان مفروضا عليها أن تعطي للحرية مساحة، أن تقف إلى جانب الشعوب المظلومة لا أن تذبح هذه الشعوب. صدر مرة واحدة عن الإدارة الأمريكية قول في الحرب التي سوت في عام 2012 و2014 وبعدها 21 و23 إلى يومنا هذا. ماذا قالت الإدارة الأمريكية؟ إنه إفراط في استخدام القوة ولكنه دفاع عن النفس. نعم. لم يكتفوا، لم يقولوا إسراف في استخدام القوة فقط، بل ليبرروا ذلك ويعطوه قوة وتبريرا. نعم. ولكنه دفاع عن النفس. اسمح لي، احنا يعني تحدثنا في بداية الحلقة عن خان يونس والمقاومة من داخلها، ازاي ضربت النهاردة خمس صواريخ ضد الكيان الصهيوني في تل أبيب. معنا من خان يونس الكاتب الصحفي أحمد الأغا. أحمد، يعني احكي لنا انت فين دلوقتي بالظبط وماذا لديك، يعني احكي لنا الوضع عندك، ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل؟ نعم، مساء الخير. مساء الخير لجميع السادة المشاهدين. نبدأ من هنا من محافظة خان يونس، حيث تم إطلاق ظهر اليوم خمسة صواريخ من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. تبنت عملية الإطلاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الذكرى السنوية الأولى لهذه الحرب التي انطلقت شرارتها منذ 7 أكتوبر العام الماضي. بعد هذا الإطلاق تم استهداف مكان الإطلاق بعدد من الصواريخ من قبل الطائرات الإسرائيلية والقذائف المدفعية، إضافة إلى ذلك أمر الجيش الإسرائيلي سكان تلك المناطق ومناطق مجاورة بضرورة الخروج منها والنزوح منها إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، نظرا لأنها تقع في منطقة قتال خطيرة. بدأ الجيش بإطلاق القذائف لربما تشهد الساعات القليلة القادمة تقدما وتوغلا وعملية عسكرية إسرائيلية جديدة للمرة الخامسة على التوالي. نعم. منذ شهر 12 الماضي لعام 2023. احمد، لو تحكي لي انتوا عايشين ازاي، يعني احكي لي بتاكلوا ايه، بتشربوا ايه، ساكنين ازاي، بتناموا في، يعني احكي لي يوم في حياتكم في خان يونس. يعني لربما هذا السؤال الأصعب على الإطلاق، السؤال الذي يراود ذهن كل مواطن فلسطيني، تراوده ما إجابته لديه، ماذا يجيب على هذا السؤال. أولا، الحياة في خيام، الخيام هي خيام مهترئة نظرا لأنها نصبت في فصل الشتاء الماضي، أيضا وقعت في فصل الصيف، حرارة الصيف المرتفعة أدى إلى احتراق تلك الخيام، قماش هذه الخيام. أيضا الآن فصل شتاء جديد، المياه منذ أن أمطرت السماء لمرة واحدة غرقت الخيام، دخلت مياه الأمطار من الخيام نظرا لاهترائها وعدم صلاحيتها للعيش والسكن، عدم وجود أغطية بالشكل الكافي نظرا لشدة البرودة في منطقة المواصي.
هذا من ناحية السكن. بتاكلوا ايه؟ الاكل حدث ولا حرج، الاكل اغلب المواطنين و80% من المواطنين يعتمدون على التكيات الخيرية التي يقوموا بصناعتها بعض الاهل الخير بمبالغ مالية تأتي لهم بتبرعات من الخارج، تكون عبارة عن عدس، عن معكرونة، عن أرز، لكن لا تكفي احتياجات هذه الأسرة التي ربما أيضا عندكم أدوية؟ هل في أي إمدادات طبية عندكم لو حد بيعي، لو ست بتولد، لو حد عنده أي مشكلة صحية، إيه اللي بيحصل؟ هذه المشكلة الأكبر أيضا، نقص حد في الأدوية، في المسكنات، في المضادات الحيوية، في أدوية الضغط والسكر، في أدوية كل شيء، حتى أدوية الحرارة، هناك نقص تام وحاد. أصبح المواطنين يعتمدون على الطرق البديلة والطب البديل، هذا إن وجد، لا توجد أي إمدادات. لو عايز تبعت رسالة للعالم كله من خان يونس النهاردة في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، تقول إيه؟ لربما هي رسالة واحدة مفادها كفاكم، يجب أن تنظروا لهؤلاء الأطفال الذين يموتون جوعا، لتلك النساء التي رملت، لأطفالهم الذين يتموا، الذين قصفوا، انظروا لهم بكلتا العينين وليس بعين واحدة. القانون قانون واحد لا يتجزأ، القانون هو نفسه القانون على أطفال غزة، هو نفسه على قانون، هو نفسه قانون على أطفال أوكرانيا وأطفال إسرائيل، هو نفسه ذلك القانون. اليوم المجاعة أصبحت منتشرة، الأسعار فلكية، المواطن ليس لديه عمل لكي يتم عن طريق، يعني رغيف الخبز إن وجد سعره كام في خان يونس؟ يعني رغيف الخبز الذي كانت في السابق ربطة الخبز عبارة عن 3 كيلو جرام بسعر 7 شواكل، اليوم أصبحت بسعر 30 شيكل وما يزيد عن ذلك. اليوم المواطن الفلسطيني ليس لديه دخل، في السابق كان يعتمد على عمله اليومي. نعم. ويقوم بشراء بعض الحاجات. يعني الشيكل كم دولار؟ يعني لو تديني بالدولار، يعني لربما الدولار الواحد اليوم عبارة عن 3 دولارات ونصف. يعني ربطة الخبز دلوقتي بكم دولار؟ ربطة الخبز دعنا نتحدث أنها تقع بنطاق 5 دولارات اليوم. كيلو البندورة، البندورة ب35 شيكل بما يعادل 10 دولارات اليوم. كل شيء أصبح، نعم، وضحت فكرتك فلكية جداً. أحمد الأغا الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا، كنت معنا من خان يونس. كيف كانت الأحوال في غزة ما قبل طوفان الأقصى تحت الحصار، وكيف اختلف الحال الآن؟ وحضرتك سمعت معنا زميلنا الصحفي أحمد الأغا وهو موجود الآن في خان يونس يصف لنا ما يحدث ويصف لنا الوضع. رغم الحصار على قطاع غزة لمدة 17 عاما، إلا أن أهلنا في غزة لم يكونوا محتاجين أي شيء أطلق، لا أدوية ولا طعاما ولا غذاء ولا كساء. نعم. كان القطاع منتجا لكل المواد الغذائية. صندوق الطماطم كان بعشرة شيكل، يعني بسبعين، يعني اثنى عشر كيلو جرامات. نعم. اليوم حدثني زميلي قال اشتريت 3 حبات طماطم ب10 شيكل. يعني 100 جنيه 3 حبات طماطم، كان الصندوق بكامل وكان ب10 شيكل. لم تكن لدينا مشكلة إلا أنه كان لدينا حصار، كان الفلسطينيون يشعرون بالظلم من العالم لأنه تنكر لحقوقهم. لم يكن نقص لا في أدوية ولا في غذاء ولا في كساء ولا في ماء ولا في كهرباء، كنا نحن قادرين على أن نوفر ذلك كله. المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهنا هو ظلم العالم لنا ولحقوقنا، لأننا كنا بحاجة إلى أن نكون كبقية العالم. كان من حقنا أن تكون لنا دولة، وأخذنا من العالم تأييدا، وتوقف ذلك كله عند الإدارة الأمريكية عندما كانت تأخذ حق الفيتو. نعم. لتحرمنا من حقنا في دولة
وهي قرارات منصوص عليها، ولم نكن نحن في غزة نشعر بأي شيء سوى بالحصار. يعني 7 أكتوبر طوفان الأقصى خلى العالم يسمع صوتكم ويشوف معاناتكم، ولا هو كتر أصلا معاناتكم؟ يا سيدتي، العالم يعرف قضيتنا تماما تماما، لأنه هو متسبب فيما حدث لنا. وانا تحدثت قبل قليل عن قرار 181 الذي صنعه العالم وفرضه علينا وحرمنا نحن منه رغم اجحافه. وبقيت قراراتنا عديدة، قرار 242 اشهر القرارات، قرار 242 338 التي حدثت بعد في 67 وفي 82، كلها تنص على حقنا في دولة. العالم يقول نعم انتم من حقكم ان تكون لكم دولة، يعطون اصواتهم في الجمعية العمومية ولكنها لا تعني شيئا. المشكلة في مجلس الامن، لا يستطيع العالم ان يذهب في مواجهة الامريكان ليقول لهم لماذا تحرمون الشعب الفلسطيني من حقه في دولة. نعم نعم، يعني حضرتك شايف انه عملية طوفان الاقصى كانت يعني لها نتائج ايجابية اكتر من نتائجها السلبية، ولا نتائجها السلبية أكتر من نتائجها الإيجابية؟ والبعض اليوم يعلق على كلام خالد مشعل من الخارج الفلسطيني أنه يعني طبعا أحد قيادات حماس، أنه يعني أنت تقاوم من الخارج، كيف؟ خالد مشعل لا يمثل شيئا، فليقل ما يقول. نحن المعنيون على الأرض والمناضلون والمقاومين حماس يعرفون حقه ويعرفون أن خالد مشعل لا يمثلهم. خالد مشعل الذي هرب من البلاد لا يمثلهم بشيء. خالد مشعل الذي يقول انتصرنا. خالد مشعل الذي يتحدث بكل فخر ولا يدري ماذا يحدث. كيف تعلق لنا عن تصريحاته النهارده؟ انا اقول خالد مشعل لا يمثل شيئا، يعني هو فقط يتحدث من باب انه انتصر. كيف يمكن لهذا الرجل ان يسمح لنفسه ان يتحدث في ظل هذه الاوضاع؟ ليس عيبا ان نعترف باننا خسرنا المعركه، في كل دول العالم يقولون نخسر، لكن نقول نحن صامدون. نحن لا نقول خسرنا، نحن لا نقول هزمنا، نحن لن نقول استسلمنا، ولن يسمع العالم منا هذه الكلمه على الاطلاق. ولن يسمع منا اننا رفعنا رايه، ولن ننكس علما كما ننكس الاسرائيليون، ولن نولول كما يولول الاسرائيليون. بمناسبه تنكيس الاسرائيليين لاعلامهم النهارده، في تغريده كتبها خامنئي وكتبها بالعبري، قال فيها عمليه طوفان الاقصى ارجعت الكيان الصهيوني 70 سنة للوراء. كيف ترى هذه التغريده؟ انا ارجو ان لا يتحدث احد عنا ولا عن القضيه، كل يتحدث عن حدوده وعن قضيته. قميص عثمان انتهى، مزقناه وانتهى. لا نسمح لاحد ولا نقبل من احد ان يتدخل في شاننا الداخلي. كل له شانه. نحن لسنا مضرب المثل، ولسنا ارضا نؤخذ منها كمنطلق لقضيتهم، ولسنا موضوعين للتجاره للمتاجره. انا اريد ان اسال هؤلاء جميعا ماذا قدموا للشعب الفلسطيني؟ وماذا اعطوا للشعب الفلسطيني الذي سمعت الان قبل قليل مندوبكم ومراسلكم ماذا يتحدث عن ماذا؟ عن الجوع وعن غياب الادويه وعن فقدان الماء والكهرباء والغطاء وكل عناصر الحياه. نعم. الذين يتحدثون عن انهم يريدون ان يجعلوا من الطوفان الاقصى ومن الشعب الفلسطيني قضية وأرضا للقدس، ماذا فعل هؤلاء للقدس؟ أرجو أن يتوقفوا نهائيا عن الحديث عن القضية. ما هو الحل؟ ومن يتحدث؟ من هو مخول بالتحدث عن القضية الفلسطينية؟ الشعب الفلسطيني ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية لا سواها، ومعروف هذا ومثبت هذا ومعترف به من قبل العالم كله. نحن لنا دولة 190 عضوا في الأمم المتحدة وافقوا ورفعوا وأيدوا دولتنا. نحن علمنا مرفوع ويرفرف فيه ضمن اعلام الامم الشعوب والدول في الامم المتحده. لا نقبل احد ان يتحدث باسمنا. لماذا يقال لم تكن لك قضيه ولم يكن لك الشعب ولم تكن لك واليوم ظهرت؟ ليس صحيح على الاطلاق. نحن الذين صنعنا الشعب الفلسطيني بممثليه بقيادته التاريخيه برموزه
بمنظمته، منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني ومعترف بها من قبل العالم. نعم. ودولته لها علم ورفرف كذلك. نعم. بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي قال لصحيفة يدعوت أحرنوت أن هناك أثمانا لا يجوز لدولة تسعى إلى الحياة أن تدفعها حتى من أجل إعادة المحتجزين. يعني هل ده تصريح مباشر أنهم بيتخلوا عن إعادة الأسرى والمحتجزين في نفس الوقت اللي بنشوف استطلاع للمعهد الإسرائيلي الديمقراطية بيقول ان 53% من الاسرائيليين شايفين انه ده الوقت المناسب لانهاء الحرب وان 48% متشائمين بمستقبل بلادهم؟ ألم يتابع العالم والمظاهرات اليومية التي تجتاح الشوارع الإسرائيلية وفي كل الميادين وامام الكنيسة وامام مبنى الحكومة وامام كل المؤسسات؟ لماذا هؤلاء يتحركون وبماذا يطالبون؟ وماذا كان رد فعل الطغمة الحاكمة كرد الإنساني على تساؤلات أين أبناؤنا؟ نعم. لماذا لا يصارحونهم أن أبناءكم قتلوا؟ لماذا لم يصارحوهم أننا لا نستطيع أن ندفع ثمن إخراجهم؟ لا يريدون إلا أن يخرجوا بلا ثمن وهم موجودون. لا بد من أن يكون هناك اتفاق شامل. نعم. أما أن يأخذوا ما يريدون ولا يقدموا لنا شيئا فهذا لن ينالوه ولن نقبل به على الإطلاق. المعارضة الإسرائيلية بتقول أنه لن تكون هناك نهضة جديدة دون عودة المختطفين والنازحين إلى بيوتهم. وخاطبت المعارضة الإسرائيلية النهاردة نتنياهو أن الكارثة الأكبر التي ألمت بشعب إسرائيل تمت في عهدكم. والقناة الإسرائيلية 12 قالت أنه في 19 ألف مصاب في إسرائيل خلال عام. وفي أرقام من المعهد الأمن القومي الإسرائيلي إن عدد المصابين في إسرائيل يتجاوز أيضا هذا الرقم. هذا بخلاف القتلى، بخلاف الذين هربوا من الكيان، بخلاف الذين هم خارج بيوتهم. إذن في الداخل الإسرائيلي يعني يوجد هناك كره شديد ومعارضة شديدة لما يقوم به أو لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية. ولكن على الجانب الآخر، في على الجانب الفلسطيني، أما آن الأوان أن تتحد فتح وحماس الآن في صالح القضية الفلسطينية؟ فتح لم تتأخر لحظة واحدة، والسيد الرئيس محمود عباس طالما كان ينادي وحضرنا هنا ونحن من الذين شاركوا هنا في جمهورية مصر العربية في مبنى المخابرات عام 2009 وبعدها 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 في حوار شامل مع بقية الفصائل، وتوصلنا إلى اتفاق في 2029 آذار 2009، ووقع الاتفاق في نوفمبر 2000 في ايار 2011 لم يلتزموا. نحن نطالب اليوم كل الفصائل الفلسطينية نعم. ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه. لا نريد ان نعود الى حوار جديد، كفى ما تحاورناه، لم يبقى شيء نتحاور عليه أو نتحاور بشأنه. القضية واضحة والهم كبير والمؤامرة كبيرة، وآن الأوان أن ننطلق فلسطينيا من كل في قضايانا كافة، وأن نغادر مربعات الولاءات للدول الأخرى. علينا أن يكون ولاؤنا وأن تكون انتماءاتنا فلسطينية خالصة، ليست من أجل جهة أو جهة أخرى أو من أجل دولة أو دولة أخرى. لا نرفع ولا نتبنى شعارات أحد، شعاراتنا لدينا كافية. العالم أخذ عنا كيفية القتال وكيفية المقاومة. نعم. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني أتمنى أن يكون لقاءنا القادم به حلول وبه صورة بخلاف الصورة التي تعيشها غزة الآن ويعيشها الجانب الفلسطيني الآن. لم نكن أبدا نتمنى أن يحدث كل ما حدث ونعيش عاما كامل من الفظائع. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيد إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة السابق، نورتنا في مصر جديدة. بعد الفاصل كان لنا يعني ملف لابد أن نفتحه اليوم. ما حدث في فلسطين لابد أن نؤرخه ونحفظه
وأن تعرف عنه الأجيال القادمة لتعرف مدى البشاعة التي مر بها الفلسطينيون من أجل أرضهم. لازم يكون في أرشيف، لازم يكون في تأريخ، لازم يكون عندنا صور وفيديوهات موثقة باليوم وباللحظة وبالتاريخ وبكل حاجة، علشان مش بس نرفع بيها قضايا ونحاول ناخد حقوقنا، لا، علشان الأجيال القادمة لازم تشوف هذه الصور والفيديوهات، ولازم تعرف إيه اللي بيحصل، وتبقى عارفة كويس قوي تاريخ بلدها. وده بعد الفاصل في حواري مع الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي اللي هينورنا في مصر جديدة بعد الفاصل.